من جديد ده بجد التحيه للاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي وكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لازالت عمليه فرز الاصوات في انتخابات النادي الاهلي بتسير بخطى اكثر من رائعه، ولازال تقدم قائمه الكابتن محمود الخطيب وباكتساح يتصدر المشهد. انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء النادي الاهلي الدكتور محمد دشاوي، مرشح في قائمه الكابتن محمود الخطيب، وهنقدر نقول يعني بنسبه كبيره جدا عضو مجلس الاداره باذن الله الاربع سنين القادمه. دكتور محمد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحيات المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. قبل ما اتكلم على اي شيء اقول يوم في حب النادي الاهلي، يوم يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. طبعا يليق بقيمه ومكانه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، يوم ما نقدرش نقول عليه غريب لان ده طبيعي بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه. ناس افاضل بيقدروا قيمه ناديهم. كنا قلقانين من ان الانتخابات المره دي هاديه شويه فمش هيكون في اقبال، لا الاقبال اكثر من راقي وكافي جدا، ويوم كان طويل وجميل ولم تشبه شائبه الحمد لله. ودي عاده النادي الاهلي وعاده اعضائه الفاضلين الاعضاء الجمعيه العموميه اللي يعرفوا يعني ايه قدر النادي الاهلي. دكتور محمد، لمست وعي اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي واعضاء اللجنه القضائيه اشاروا ان العدد ده غير مسبوق في الوقت الحالي. لا غير مسبوق طبعا، كان في ارقام قبل كده يعني الجمعيه العموميه الاخيره للنادي الاهلي من اربع سنوات كانت اكبر. الوقت الحالي يمكن حريبه تقارن بالجمعيه بالانديه الاخرى. طبعا الحمد لله اقبال رائع ووعي زي ما حضرتك تفضلت قولا واحدا، وعي الاعضاء الجمعيه العموميه وعي عالي جدا، تفاعلوا مع كلمات الكابتن محمود في الفتره اللي فاتت في الشهر الاخير، انه عايز انه اولا شكرهم على ان هم ادوا له المره اللي فاتت القايمه كامله، والحمد لله عشان أعضاء القائمة دي هم اللي هيشتغل معاهم أربع سنين عشان يقدر بيشتغل وهو مرتاح ويكون في توافق وتجانس ما بين أعضاء المجلس كله عشان يعمل إنجازات. والحمد لله الأربع سنين اللي فاتت أعتقد مجلس اللي كان موجود أنا ما كنتش فيه، لكن أعتقد مجلس قام بإنجازات كتيرة جدا. يمكن في الشهر الأخير عرضها كابتن محمود أكتر من في أكتر من ندوة، وطبعا ما زال في بعض الحاجات اللي تتعمل، لكن في رضا واكتفاء من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أو أعضاء المقر والأفرع. المرة دي طلب منهم نفس الطلب، إن أنا عايز أكون بشتغل وأنا مرتاح، مش عايز أفكار مختلفة، مش عايز طريقة مختلفة، أنا عايز هي دي المجموعة اللي تناسب الفترة القادمة، تناسب الطموحات القادمة، تناسب النادي الأهلي اللي بفكر النادي الأهلي اللي بيحاول يخرج من المحلية للدولية. فلو ربنا سهل حسب المؤشرات ولم يعلن لغاية الوقت، لو أعلنت النتيجة بأن القائمة فازت كاملة، فده الحقيقة بننحني شكرا لأعضاء الجمعية العمومية وبنقول لهم انه فعلا بتعرفوا يعني ايه تفيدوا ناديكم. دكتور محمد، الكابتن محمود الخطيب في مستهل ندواته اشار للدكتور محمد شوقي وقال مفيش في وقت من الاوقات احتاجنا الدكتور محمد شوقي الا وكان دايما موجود، سواء داخل منظومه النادي الاهلي او خارج منظومه النادي الاهلي، هو دايما بيلبي نداء النادي الاهلي. واشار ان حضرتك يعني لم تطلب للانتخابات في الترشح في الفتره الدوره الماضيه استجبت لرغبه الكابتن محمود الخطيب، وهذه الدوره انت موجود واحد من افراد قائمه الكابتن الخطيب. ان شاء الله. اولا احنا قلنا لسه لم يعلن، كابتن محمود راجل مهذب ولطيف فقال ان انا ما ببعدش ولا ودايما بلبي. بس هل اسال حضرتك هل هو ممكن حد ما يلبيش نداء النادي الاهلي؟ النادي الاهلي تلبي له نداءه وتكون شاكر انك انت بتلبي نداءه، مش 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 متفضل ولا بتعمل اي حاجه، احنا كلنا للنادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي، وفدا النادي الاهلي في اي موقف. عايز اروح بحضرتك لدور الاداره التنفيذيه، الجميع اشاب بدور الاداره التنفيذيه، التنظيم، الامور كلها مختلفه، عايز تقول ايه ايضا الاداره التنفيذيه وتقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي؟ الحقيقه النهارده رغم ان كان متوقع ان الاقبال ما يكونش كبير قوي بالرقم اللي حصل النهارده، لكن برضو النظره الثاقبه للاداره التنفيذيه ولوضع كل الاحتمالات. انا شايف المره دي الخيمه الانتخابيه خيمه اكثر من رائعه، مساحتها كبيره، فيها تهويه عشان اي الاحداث الحاليه، وحضرتك عارف اللي احنا فيه. يعني تشكر الاداره التنفيذيه وعلى راسها الدكتور سعد شلبي الرجل المحترم،
وامن النادي، والحقيقه برضو يساعد في اللي حصل النهارده او في اليوم الجميل. وعي اعضاء الجمعيه العموميه اللي بنكرر ونقوله طول الوقت، يوم كامل طويل وصعب وفي منافسات لم تحدث فيه اي شائبه الحمد لله، وهو ده النادي الاهلي وهو ده عضو النادي الاهلي. بشكر حضرتك دكتور محمد، ودايما هنقول الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه. والله الاهلي ده فوقنا جميعا، ويا رب يظل فوقنا جميعا وربنا يحفظه. وشكري للمهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. مهندس عدلي، ده كان لقاءنا طبعا مع الدكتور محمد.